مثلا اكواد كتيره في بعض والتوب لاير بتاعه فلات او سكوير مثلا. لو كان السؤال شورت اسم عن الستراتيفايد سكوير مثلا او اي ستراتيفايد ايه النقط اللي بتبتدي منها؟ اول حاجه بقول عدد الطبقات العماره دي كام دور؟ بوصف البيزمنت من فين؟ لان هنا شكله مختلف من نوع لاخر. يعني انت شايف هنا مثلا الغشاء القاعي بتاعي الخط الاحمر ده ممول يسموه فعلا كويك طالع منازل مهواش ستريت. يبقى بوصف شكل البيزمنت من فين. بعد كده يا جماعه بقسم الخلايا بتاعتي الى ثلاث مجموعات. الدور الاول الدور الفوقاني خالص وما بينهما. دي بسميها البيزل سيلز. دي بسميها السوبرفيشال او التوب سيلز. ودول بسميهم الانترميديت ما بينهم. اي نوع ستراتيفايد هي كبيره اوصفه بشكل عدد الطبقات الكليه كام؟ شكل البيزمنت ممبرين ايه؟ قسم الخلايا الى ثلاث مجموعات بيزل وانترميديت وسوبرفيشال. طيب الستراتيفايد سكويمز ده يا جماعه يعتبر اكثر نوع من انواع الكيتيجن في الجسم. عدد الطبقات ممكن توصل الى 20 ليه. العمارة دي 25 سنة. لسه قايلين حالا الحاجة المميزة لهذا النوع من الكتير اللي معروفة بيه في العملي الغشاء القاعدي. البيزمنت ممبرين كتير اند ويك ممول. البيزل سيلز هي دور واحد. الطبقة اللي قاعدة على الغشاء القاعدي. شكلهم ايه؟ هقسمهم ازاي؟ خلايا طولية ليها بيتا اوفر نيوكليار. اشمعنى الطبقه دي اللي رسمها باللون الازرق؟ تحتوي السيتوبلازم باللون الازرق الخشن. يعني بيزو فلتر. اشمعنى؟ لان لقوا ان الوظيفه الاساسيه للطبقه دي يا جماعه ان هم ستيم سيلز. يعني ستيم سيلز خدناها قبل كده؟ يعني خلايا جذعيه. يعني دي الخلايا اللي ليها القدره على الانقسام ديفيجن كل ما تنقسم بتكون الطبقات اللي فوقيها اللي فوقيها اللي فوقيها لحد ما الاخير خالص بيقع ويرجع يتجدد من اول وجديد من تحت من البيزا اللي ما دام تنقسم يبقى فيها ار ان اي او رايبوزوم سي رايبوزوم رايبوزوم نيوكليك اسيد فتاخد السبغه البيزك وتتكون بيها اللي هي سبغه اللي بتنقسم. يبقى دي الطبقه الوحيده اللي بلونها باللون الازرق او البيز لانها الستيم سيلز او بيقولوا عليها مايتوتيكالي اكتف سيلز. يعني ايه مايتوزس؟ الانقسام مايتوزس. دي الطبقه اللي ليها القدره على الانقسام وتجدد كل خلايا بدنيه. احنا قلنا من شويه ليها قدره على التجدد. تمام؟ الخلايا دي مليانه رايبوزوم كل ما تنقسم تتحور للنوع اللي فوقيها 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 فوقيها. النوع اللي فوق خالص هو اللي بيقع وبيتجدد سايكل مستمره. لو في الجلد مثلا هناخد كنا حوالي 30 يوم سايكل. طيب الخلايا الانترميديت دي بتقسمها العملي هي اعلى طبقه واكثر اعلى نمبر اوف ليرز. هنا هنتعلم كلمه جديده يا جماعه اسمها بوليجونال. يعني ايه بوليجونال؟ يعني متعدده الاطراف. يعني الخليه متعدده الاطراف ما بقولش عليها راوند. ليها ايه الشكل المناسب للخليه دي؟ انا وزعتها سنتر راوند الانمي. خلي بالك لما بتيجي ترسم بترسم الخلايا مشددين جدا في بعض. وخصوصا في الجلد. ده اللي بيدي حتى الخلايا تعتبر معشقه لبعض. عشان الجلد ده معرض لفليكشن واحتكاك وخبطات فهي الجلد ما تنسخش من بعضها. تعتبر معشقه لبعض. كراود قوي مزنقه قوي مع بعض. وخلي بالك ان حجم الخلايا كل ما بطلع للادوار العليا بلاقي حجم الخلايا بيصغر ولا بيكبر؟ They become smaller towards the surface. Thank you.
ليا خالص يا جماعه اللي انا سميت الكريتيريم على اسمه، سميته ايه؟ ستراتيفايد سكويمس. فالاقي الخلايا بتاعتي الفوق ليا طبعا او اثنين فلات سكويمس ليفت وفلات طيب. النوع ده من الكريتيريم يا اما يكون متغطي بكيراتين يا اما مفيش كيراتين. عارفين الكيراتين؟ الكيراتين ده بروتين بيتصنع على الكريتيريم اللي مغطي السطح الخارجي للجلد، ده بيزيد اقصى درجه من الحمايه. يبقى مش هلاقيه موجود في جسمي غير على السطح الخارجي للجلد او حاجه صحه على الجلد. يعني مثلا زي فتحه المناخير هنا يبقى فيه كيراتين، الكافيتي من جوه مكان هنا يبقى فيه كيراتين. خلاص فتحه الاكسترنال اير، اي حاجه فاتحه على الجلد من بره نروح نغطيها بفتحه الكيراتين. يبقى الجلد كله وما يسمى بالاورفيس، يعني الحاجه اللي بتفتح على الجلد. ايه الفرق بين الكيراتينايز والنون كيراتينايز والكيراتيفايد سكويمز؟ في كل الاحوال يا جماعه ده اقوى نوع من الكيراتين. الكيراتين بيوفر الحمايه. لو عايزه اقصى درجه من الحمايه هكون متغطيه بكيراتين. عايزه حمايه بس اقل درجه هتبقى نون كيراتينايز والكيراتيفايد سكويمز. في شروط لتكوين الكيراتين وفي شروط لعدم تكوين الكيراتين، لكن الاثنين متفقين في حاجه واحده ان انا في اماكن محتاجه بروتكشن او كمان. نبدا باول نوع نون كيراتينايز والكيراتيفايد سكويمز. اول حاجه ادي مفيش كيراتين على السطح. ازاي بتاكد واحدث ان مفيش كيراتين؟ الكيراتين يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره ان الخليه ماتت وفقدت النواه بتاعتها وكونت طبقه الكيراتين الضاره. لو انا بصيت لاعلى ليفل عندي ولقيت الخلايا محتفظه بالانويه بتاعتها، ده معناها ان الخلايا دي حيه وما كونتش كيراتين. وبما ان الخلايا دي ما زالت حيه هتكون موجوده في مكان مويست بيحافظ على حيويه الخلايا وما يخليهاش تموت. ندي اكزامبل عشان الحاجه تبقى سهله. الاورال كابت تجويف بقر، البطانه بتاعت تجويف الفم دي محتاجه حمايه من الفود بارت عشان ما يحصلهاش تعوير او ابريشن من جزيئات الاكل اللي بناكلها. لكن في نفس الوقت في سلايفا بتحمي الخلايا بتاعت الممبرين ده وبتخليه ليفنج سيلز والخلايا دي تفضل حيه محتفظه بالنواه بتاعتها. يبقى انت حققت الحمايه لكن من غير ما تكون كيراتين، لان الكيراتين ده ما ينفعش يكون حاجه جوه جسمك، لكن لازم تكون حاجه اكسبوز معرضه للمرض. خلاص؟ ايه اللي بيخلي الخلايا تحتفظ بالنواه بتاعتها؟ لازم يحصل حاجه مويست تطري او ترطب على الخلايا، لازم يكون في سكريشن بمعنى اخر عشان تخلي الخلايا دي تفضل ليفل وتحتفظ بالنواه بتاعتها ومش هتكون كيراتين طول ما انا حاجه داخليه جوه الجسم. والفرق بينهم في نفس المكانين يا جماعه ممكن يبقى نون كيراتينايز وبعدين فجاه كيراتينايز. مثلا الانا الكلام عشان نفهم الدنيا. الانا الكلام القناه الشرجيه. القناه الشرجيه طبعا بيعدي فيها هارد ممكن تعور الكتير. خلاص؟ والقناه الشرجيه دي بتفتح على الجلد فتحه فتحه الشرج نسميها ايه؟ الاورفيس. اورفيس يعني فتحه. طول ما هي جوه جسمك قناه شرجيه جوه الجسم محتاجه حمايه هتبقى نون كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. وخلي بالك القناه دي في الجدار بتاعها فيه جلانس كتير بتفرز سكريشن عشان ترطب تعمل لوبريكيشن للستولز وهي نازله ما تعورش او ما تجرحش. اول القناه الشرجيه دي ما تفتح على فتحه الجلد من بره تتغطى بكيراتين عضلي. بقت كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس. الفرق كبير ان انا اقول الانا الكنال واقول الانا الاورفيس. الفاجاينا الكنال القناه المهبليه بيعدي فيها الجنين كامله اثناء الولاده وفيها غدد بتعمل سكريشنز. اول ما تفتح على سطح الجلد الاورفيس هتتغطى بكيراتين عضلي. طول ما هي داخل جسم المراه كفاجاينا الكنال نون كيراتينايز كيراتيفايد سكويمز جلانس محترمه بتعمل مويستلنج. اول ما تفتح على فتحه الجلد الاورفيس، اورفيس يعني فتحه او شباك تتغطى بكيراتين عضلي. تمام اللي انا بقوله مفهوم؟
لو قال لي قول لي اكزامبل للسايت اللي فيها بتسال ازاي بقى يعني اما يجيب لك الاماكن المكان يقول لك نوع الكريتيريم ده الاربع او يسالك سؤال تجميعي كده قول لي الاماكن اللي في الجسم اللي الاقيها متبطنه من نون كيلاتينايز ستراتيفايد سكويمس عندي اكزامبل الكورا كابيتي زي ما قلنا تدويف الفم الاسوفجس المريء برضه في نازل في بولس مفروض المريء ده قناه ما لهاش اي دعوه بالهضم مجرد توصل كتله الاكل من الاوروفارنكس من البلعوم للمعده الجدار بتاعها في جلاندز كتير سيجيال جلاندز بتعمل لوبريكيشن وقلنا الانا كمان والفاجاينا كمان ده النوع نون كيراتينايز قلنا يا جماعه دي صوره العمل بتاعها هعرفها ازاي اول ما ابص طبعا فرق كبير من منظر السمبل ابيثيليوم والستراتيفايد بادئ زبد ان هو ستراتيفايد طبقات كتيره من الانويه فوق بعض عماره ما شاء الله مقطعه عرفت ازاي ان ستراتيفايد سكوير الحاجتين او الحاجه المنشاه القاعده الثانيه ويلي كلير اند ويل ثاني حاجه ستراتيفايد سكوير يبقى التوب لاير ثلاث لات او منضبطات هل انا شايفه ان الرياي اخر دور ولا مش شايفاه؟ كده قلنا البيتا سيلز كانت تنقسم
تفضل تكون الطبقات اللي فوقيها خلاص لحد ما تكون السوبرفيشاليه تقع وتتجدد او تبقى ريبليس تعوض باي نيو سيلز باي ديفيجن اوف ذا بيز. تعريف كلمه ميتافيز يا جماعه هتسمعوا لما تطلعوا الفطور ان شاء الله. ميتافيز يعني تغير نوع من الجينيوم الى نوع اخر. ده ممكن يكون بريكانسس يعني ده علامه ده معرض ان يحصل له كانسر. يعني مثلا بنشوفها في الناس اللي هم هيفي سيجر سموكر في المدخنين بشكل عالي جدا. هلاقي الابيثيليوم بتاع الابر اير واي بتاعهم بيتحول من السودو ستراتيفايد كولومبر سيليت والجوبلت سيل اللي احنا قلنا عليه من شويه والوظائف المهمه من افراز الميوكاس الشغل بتاع السيليا القصه دي كلها يتحول الى ستراتيفايد سكويرز. طبعا ستراتيفايد سكويرز مش مناسب لاحتياجات الابر سبيراتري اير واي ادي من فوائد. لو السبب ما توقفش اللي هو الكافي سيجرت سموك ده ممكن العمليه تتطور تتحول الى كانسر سيل. عشان كده تقول ميتابليزيا بالصدفه العيان خد عينه ولقى الكيليوم متغير نوعه بسرعه في وقت كده ويعرف ان العيان ده عرضه ان هو يتحول الى كانسر في كانسر في يعني ما قبل تغير نوع من الابيثيليوم الى نوع اخر اذا في كانسر ليجن. لو نو بروبرلي تريتد ايه العلاج الابيثيليوم مفيش حاجه غير ان هو يبطل سيجار سموك ممكن يبقى ريفرسال يعني يرجع للنوع الشكل الاصلي لو ايه لحق في مراحل ايرلي من العلاج. ثاني نوع من الابيثيليوم يا جماعه اللي هو الاستراتيفايد ابيثيليوم بيسموه ترانزيشنال ابيثيليوم مهم جدا 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 في الشكل. كلمه ترانزيشنال معناها حاجه متغيره مش ثابت على نفس الشكل. ولو ان الابيثيليوم ده هو المخصص للحصانه بتاعه اليورينري بس الممرات بتاعه البول ابتداء من البلفس اوف الكيدني اليوريتر اللي هو الحالب دي المسانه اللي هي اليورينري بلدر تذكروا برضه الاسم الدلع بتاعه سموه يورونتيم. يورونتيم ده من يورينال. يبقى السودو ستراتيفايد كولومنا سيليت اللي جوه بالذات ده سموه ريسبيراتري ابيثيليوم بتاع الابر ريسبيراتري اير واي. اما الترانزيشنال ابيثيليوم اللي هو ماسك اليورينري باسجز ده سموه يورونتيم. طيب الابيثيليوم ده كام طبقه يا جماعه؟ احنا اتفقنا كومنت على خمس نقط كام لاير بيزمنت من بين شكله ايه وثلاث مجموعات من الخلايا اللي هم البيزل والسرفيجن والسوبرفيجن من خمسه الى ثمانيه لاير. والبيزمنت من بين بتاعنا يا جماعه بيبقى فيري تين ونون تين يعني حاجه رفيعه جدا. ده الابيثيليوم اهو طبقاته كتيره فوق بعض وده الكونكتيف تيشو بدايه من الجزئيه دي. طبعا البيزمنت من بين بتاعي فيري تين نون كلير مفيش بقى الرسمه بتاعت الويبي اللي احنا رسمناها مع الاستراتيفايد سكويرز. ايه وظيفه هذا النوع من الابيثيليوم غير البروتكشن طبعا لان طبقات كتيره ديستنسبيليتي. يعني ايه ديستنسبيليتي؟ يعني هناخد اكزامبل ونشرحه على عشان نفهمه كويس على اليورينري بلادر او المكان. اليورينري بلادر دي يا جماعه عباره عن بالونه كده دي حضانه مكونه من الابيثيليوم ده. التكوين ده يا اما مليان باليورين يا اما فاضي. يعني انت حضرتك قبل ما تنزل في البيت الصبح داخل الحمام وفاضي المكان. اخر النهار في الجامعه مش عايز تخش الحمام بره فالبالونه دي مدفوقه على الاخر ومليانه باليورين. ايه اللي ادى الاوردر ده هذه القدره اللي احنا بنسميها ديستنسبيليتي. ديستنشن يعني حاجه تتمشي. زمن يعني بتفكر. النوع ده من وده معنى كلمة ترانزيشنال ابيثيليوم يعني ابيثيليوم بيغير عدد الطبقات بتاعته according to the state of the blood حسب حالة المثانة بتاعته. هل المثانة دي فاضية ولا مليانة؟ الستيب الأولانية يا جماعة اللي احنا بنسميها الامتي بلادر. يعني ايه امتي بلادر؟ يعني البلادر دي فاضية ما فيهاش فبتبقى مكرمشة على نفسها كده وصغننة. البطانة اللي مبطنة المثانة دي
فيها الترانزيشن الابيثيليوم بتاعنا اللي قلنا عباره عن 5 إلى 8 لايرز. الاول هنوصف الخلايا وبعد كده نشوف ايه اللي بيحصل لما البذر ده يبقى ستاندرد، اللي هنسميه بقى فول بذر. انا عندي حالتين، امتي بذر وفول بذر، او بيسموه ريلاكسد وستاندرد. الامتي بذر عندي 5 إلى 8 لايرز. الخلايا يا جماعه بتاعت الثلاث مجموعات كلهم النيوكلاي بتاعتهم جنب، بس شكل الخلايا هو اللي هيفرق. البيزل سيلز، الخلايا اللي قاعده على البيزمنت في البرين، بيقولوا عليها يا جماعه هاي كيوبيكال. يعني ايه كلمه هاي كيوبيكال؟ يعني لا هي كيوبيكال قصيره زي المكعبه ولا اقدر اقول عليها كلها، هي حاجه وسط بين الاثنين. وليها سنترال راوند النيوكلاي، كلهم ليهم سنترال راوند النيوكلاي. طب الانترميديت سيلز برضه كلمة بوليجونال اللي خدناها من شوية مع الستراتيفايد سكيمز كتير، يعني قلنا متعددة الايه؟ الاضلع، وليها سنترال راوند النيوكليار، بس الطبقة دي مهمة جدا علم عليها. الانترميديت دي مهمة قوي لأن فيها خاصية عكس الخصائص العامة اللي احنا حطيناها للنسيج الطلائي في أول المحاضرة خالص. ده الاكسبشن الوحيد. احنا قلنا ان الخلايا المفروض تبقى كراودد، زنقه جدا في بعض، احنا قلنا حتى في الاستراتيفايد سكول بتاع الجلد معشقه بعض، ومنهم السبيس اللي منهم ضئيله جدا. ده عكس الكلام ده، ده الاكسبشن الوحيد، ده الاستثناء الوحيد للقاعده دي في الابيديم. بلاقي هنا ان السيلز بتاعت الانترميديت لاير في بينها مسافات، والمسافات دي كمان مليانة بمادة مخاضية شبه المخاض اللي احنا قلنا عليه النيوكس. ليه؟ برافو عليك، تمام. ده بقى يا جماعة الفراغات أو المسافات الواسعة بين الخلايا والمادة المخاضية دي، هي دي اللي بتدي سبيس، ما يكونوش هم أصلا مزنانين في بعض. لازم أديها سبيس يقدروا يكملي البالونة دي أو يبقى الستاندرد لما اليورين يبتدي يملى التنفيذ بتاعها، وتبتدي الخلايا تتزحلق على بعض بقى وتفرد على جدار المتانة، فده يدي سبيس ويألاو فور ديستنشن أو ديستنسبيلتي. يبقى الاستثناء الوحيد لخاصية إن الخلايا مزنقة ببعض في النسيج الطلائي هي الانترميديت لاير أوف ذا ترانزيشنال إبيثيليوم. Because the cells are separated by wide intercellular spaces. intercellular يعني ما بين الخلايا، وكمان ان السبيسز دي مليانه ايه يا جماعه؟ ميوكس، ماده مخاضيه او شبه المخاض، ميوكس لايك، دي اللي بتقلاو جلايدنج. جلايدنج يعني الخلايا بتبتدي تتزحلق على بعض وتفرش نفسها على جدار المتانه لما يبتدي يكملي اليوم، تمام؟ برضه التوب لاير مهم، مهمة في العمل ان انا اعرف اتعرف منها على نوع الابيثيليوم ده. زي ما انت شايف ان التوب لاير يا جماعه كبيره قوي، اضخم من باقي الطبقات كلها. بيسموها دوم سيلز. دوم يعني ايه؟ حاجه عامله زي القربة العالية. دوم سيلز. خاصيه ثانيه كمان ان بعض الخلايا بتبقى باي نيوكليت. يعني ايه؟ خدنا كلمه باي نيوكليت تفسيرها، الخليه الواحده تحتوي على 2 نواه. خدنا ايه كمان في النيوكليوس؟ خلايا بتحتوي على 2 نواه زي ايه؟ ليفر سيلز 25% من خلايا الجبل تحتوي على 2 نواه، وبعض السوبرفيشال سيلز اوف ذا ترانزيشنال ابيثيليوم، ما نقولش ان كله هيبقى باي نيوكليوس، سام اوف ذا سوبرفيشال سيلز ار باي نيوكليوس. يبقى الابيثيليوم ده سهل ان انا اتعرف عليك عنه. اولا ستراتيفايد يعني طبقات كبيره جدا فوق بعض. البيزمنت ممبرين مش مواج وباين بصعوبه. الانويه بتاعت كل الطبقات راوند. الطبقه الوسطانيه خلايا بعيده عن بعض متسعه، والطبقه الفوقانيه الخليه عامله زي القبه وبعضها باين. ده يا جماعه اتفقنا عليه زي ما انت شايف كده. شايف السن الفوقانيه دي باين كريتد سيل، شايف الانترميديال جدا اعرف ازاي النيوكلاي متباعدة عن بعض مش كراودد زي ما كنا رسمينها في الستراتيفايد سكول الاستراتيجيه. ومادام شفت الخمس الى 8 لايرز في حالهم يبقى ده الامتي او الريلاكسد ستيت.
الستيت اوف ذا ميلاري بقى. لما يجي البلد مين بقى الاستريتش اللي انا معنى تقول عليه فول بلد، يعني التكويف بتاع البالونه دي هيبتدي يتملي باليورين. فقعد يحصل ايه في الجنين؟ هل هيفضل عامل تخين كده؟ لا، لازم يفرد نفسه ويرفع بقى يستريتش كده، يشد نفسه ويخليها تتزحلق على بعضها ويوسع. انا مش هاخد الخمس الى 8 ليرز بتوعي، انا هوسع اليورين عشان يبتدي يتجمع هو تكويف اليورينري بلدر، فهفرد نفسي وهبقى استريتش على مدار اليورينري بلدر. فبما ان كان في ليوبس ومساحات واسعه عندي يديني الحق ان عدد الطبقات قل وعدد الطبقات ما قلش الوم بين الخلايا. عشان كده بيقول لك افرنت يعني ظاهري وليس حقيقي. واهم حاجه ان الخلايا بقت شكلها ايه يا جماعه؟ زي ما انت شايف بلاتن، مش هتشوف بقى الكيوبويدال ولا القبه ولا القصص دي. هلاقي الخلايا بلدت وبقت ستريتشن وبقت فلات with apparent decrease in the number of layers. apparent يعني ظاهر. ايه السبب الكلام ده؟ السبب ان ربنا مديني حاجات في الاستراكشر تساعدني على الاستريتشن. خلايا متباعده ومسافات واسعه في بينها ميوبس تساعد الخلايا تتزحلق وتفرد نفسها على جدار البدر، لما يبقى الاستندد. فاهم يا جماعه ايه الفرق بين الستريتش ستيت الامتي والفول؟ وعدد الطبقات ثابت 5 ل 8 ده ثابت. اسالك مش شايفه يعني ليا بتقل؟ هتقولوا اثرت يعني حاجه ظاهريه وليست حقيقيه. لكن اللي انا بشوفه ان الخلايا بتبقى ستريتش تتحول من الدوم سيلز الى الفلاتن سيلز، بتتبطل خالص. اخر كلمه عندي يا جماعه، النيوروبيتيليا اللي هو قلنا من شويه، البيتيليا اللي حصل له موديفيكيشن عشان يشتغل ده ريسبتور ويستقبل سنسيشن معين. السؤال الازل، هل هي خلايا عصبيه؟ لا، هي خلايا طلائيه. البيتيليا سيلز موديفاي تحورت الشكل والوظيفه عشان تقلد الخليه العصبيه. تقلدها بايه؟ انها تستقبل احساس معين. ايه الاكزامبلز اللي يهمني؟ قلنا براعم التطرف او التست باكس اللي موجوده على سطح اللسان. دورسال سيرفيس اوف ذا تانك. كل واحده من براعم التطرف دي يا جماعه التست باكس بتبقى عامله زي البصلايه كده، عارف لما تجيب بصلايه وتشبهها من النص تفتحها كده؟ هو ده شكل التست. فيها انواع من الخلايا، ثلاث انواع من الخلايا. الخلايا اللي هتتشبه بالخلايا العصبيه دي بيسموها سنسوري سيل. سنسوري سيل دي يعني ببساطه كده لما انت بتاكل اي حاجه، الحاجه دي بتبتدي تدوب في الصلايبة بتاعت بكره. الصلايبة دي يا جماعه او الماده اللي داخل في الصلايبة بتبتدي تستميوليت التيست سيلز. التيست سيلز عندها هنا مايكرو بلاي، الماده اللي دابت في الصلايبه دي بتبتدي تستميوليت الاهداف، هيعمل ديبولاريزيشن في الخليه، هيلاو نيرف امبلس ان هو يمشي على الخليه دي، والخليه دي هلاقي في نهايتها الياف عصبيه بتنقل الاحساس دوت لمراكز التذوق في المخ، فترجم لك الحاجه اللي انت بتدوقها دي مسكره ولا حادقه ولا مره. وده سنسيشن مهم جدا يا جماعه من نعم ربنا علينا اللي نحسها قوي. جالنا دور برد شديد ما نحسش باي طعم تذوق، لا قدر الله العيانين بتوع الكيماوي اللي بياخدوا كيموثيرابي ما يحسوش اي تذوق خالص، فدي من نعم ربنا اللي نحمد ربنا عليها كل يوم. فالخلايا دي يا جماعه سميناها ديس سيلز او سنسري سيلز. ممكن يبقى الديستريبيوشن بتاعها هو سبيسيفيك، كل الابحاث بتقول ان كل اريا كل ديست سيل على ديست بار انها متخصصه تستقبل الصور او الصوت او الليتر او كده. ممكن تلاقي الريسبتورز تبقى اقوى والسبيسيفيك بتاعها عدد تبقى اقوى شويه على الديكو نظام، ده بيقلو ان احنا نتذوق ممكن منه. بس اعتقد يعني انا مش بحس كل لما يدوب خلاص في الصلاه اول ما احط الحاجه في الصلاه.
this sentence دي يا جماعة أو السنسوري سنس دي خلايا عضلانية تشبهت في الخلايا العصبية في حاجتين أو حصل فيها موديفيكيشن تغير عشان تتشبه في الخلية العصبية. أولاً عندها نيرف فايبرز على البيز بتاعها وعندها مايكرو غلاي فوق أي حاجة بتكون في السلايفا اللي بيسموها التيستنس الحاجة اللي أنت بتتذوقها بتستيميوليت المايكرو غلاي نيرف انبوتس هيبتدي يمشي لحد ما يوصل النيرف فايبر. النيرف فايبر دي هتحصل هذا الإحساس لمراكز التذوق في المخ عشان تترجم الحاجة اللي أنت بتدوقها دي. تاني حاجة يا جماعة في سبورتنج سنس. سبورتنج سنس يعني خلايا تحمي السنسوري سنس، يعني السنسوري سنس دي خلايا مهمة جدا بنحافظ عليها بالسبورتنج سنس اللي موجودة حواليها. تالت نوع من الخلايا يا جماعة لقوا إن في بيزل سنس أو ستيم سنس. يعني إيه بيزل؟ يعني الاتنين اللي إحنا قلنا عليهم البيز سنس والسبورتنج سنس دي خلايا طبيعية واصلة من البيز للبيز. لكن في خلايا قاعدة على البيز بس قصيرة كده اسمها بيزل سيلز ده مكانها وهي ستيم سيلز ده وظيفة. دي الخلايا اللي بتعمل ديفيجن عشان تعوض كل من السبورتنج سيلز والبيز سيلز معايا. وده اللي بيأكد يا جماعة القصة اللي احنا بنقول ان احنا بنقول ان دي ليست خلايا عصبية لان لو خلايا عصبية وحصل لها دامج عمرها ما بتبقى البيز تاني. دي خلايا بتجدد عادي لانها خلايا طلائية ولكنها تحورت انها تقلل النيرف سيل. هيسالها كده في الاورال ايه الدليل انها مش نيرف سيل؟ هتقول له دي في ستيم سيلز او بيزل سيلز ليها القدره على الانقسام تو ريبليس يعني تستقبل او تكون خلايا جديده للتيست سيلز نفسها. زي مثلا لو جالنا دور برد شديد قلنا وفقدنا لفتره ما حاسه التذوق بعد كده بترجع وترجع عادي بتبقى نور. يبقى خلايا جدد تستقبل